رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كما يظهر في هذه الصورة نقلا عن التلفزيون الجزائري المتفوقتين في شهادة البكالوريا. مبروك عليك. مبروك، الله يبارك فيك. اسمي مرداس منار من بلدية كشكو في ولاية قالما، تحصلت على شهادة البكالوريا دورة جوان في 2022 بمعدل 19.23 وحدة المرتبة الثانية وطنية. متشرفين. الله يبارك، مبروك عليك ومبروك على الجزائر.